اهميه الوعي بشكل عام. اهميه الوعي. تاني حاجه، عدم وجود مصطلح الناس فاهماه قوي عن الوعي، لان ربما يكون وعيك وعي سلبي وانت مش واخد بالك. عشان كده انا بدات ان انا في الاول افرق لهم ما بين الاحساس والشعور وبعد كده الوعي. يعني ايه احساس؟ يعني ايه احساس؟ هي اي حاجه بستقبلها بحواسي الخمسه. سمعت خبر، شفت حاجه، اي حاجه بحواسك الخمسه. وانس ان انت استقبلتيها بحواسك الخمسه دي بتبتدي تتحول لشعور. ازاي؟ حد اتصل بيكي في تليفون فقال لك خبر وحش، فشعرتي بالحزن، تمام؟ ده الشعور. امال ايه هو الوعي بقى؟ الوعي ده في الحاجه اعلى بقى من الشعور والاحساس، وبتيجي من المخ، وهو بمنطق لي، بيعمل لي منطقيه زي كانه بيحلل لي مشاعري. فبالتالي بيقول لي هل انا فعلا في الوقت ده بعد ما سمعت الخبر الوحش ده من حقي ان انا ازعل، ولا الزعل كده زياده، ولا الزعل كده قليل. فاحيانا انا مخي بيترجم لي مشاعري غلط. ايوه طبعا. ويبقى وعي سلبي. صح. وافتكر انا بقى كده ان انا شخص واعي. صح. وفاهم. لا، فانا حبيت اشرح يعني ايه احساس، يعني ايه شعور، يعني ايه وعي، علشان الناس تاخد بالها لو هي في وعي سلبي، تاخد بالها ان هي في وعي سلبي. ليه بقى؟ لان الاشخاص اللي عندهم وعي سلبي بيشوفوا نظرتهم للحياه وحشه. ازاي؟ الحياه بالنسبه لهم فقد. اما الاشخاص اللي هم متوسطي الوعي بيشوفوا ان الحياه خدوات. يوم حلو ويوم وحش، يوم زي ما بنقول. يوم وحش. لكن الناس اللي في درجات الوعي العاليه او الوعي الايجابي زي ما احنا بنسميه، بيشوفوا ان الحياه كلها عطايا، وان قدر الله لا ياتي الا بالخير. حقيقي. وان كل محنه بتعدي على الانسان اكيد جواها منحه مقدمه حتى ليه. في المنع في المنع عطاء. حتى في المنع مظبوط، في عطاء حاصل احنا ما بنعرفوش وقتها يمكن، لكن بعد كده بنعرفه. طيب خلينا نتكلم شويه عن فكره تحسين الحياه. ان انا احسن حياتي، كلنا عايزين نحسن حياتنا، مظبوط؟ كلنا أكيد. عايزين نكون عايشين مرتاحين، راضيين، هادين. يعني ما حدش فينا عايز دوشه، وما حدش فينا عايز مشاكل، وما حدش فينا عايز احاسيس مؤلمه، اذا كانت حزن او غضب أو أو, او 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 الم او اي حاجه من الاحاسيس. لكن للاسف الحاجات دي موجوده في حياتنا، وهي دي الدنيا، وهي دي الحياه. يوم حلو ويوم مر زي ما اتفقنا. ازاي احسنها؟ ازاي لما اوصل عند احساس من الاحاسيس الوحشه دي يجي وعي، واحضر وعي باني اتخطى الاحساس ده؟ هو اول حاجه انا اتكلمت عن اشخاص اللي هم وعيهم سلبي. دول بيبقوا متمسكين قوي بالايجو المزيفه. ولو شرحنا للساده المشاهدين ايه هي الايجو المزيفه، يعني انا بفتكر ان انا مقدار قيمتي تحدد بما املكه. اي المكان اللي املكه ده بقى، شكلي، فلوسي، مزبوط، تعليمي، اي حاجه. ما املكه الاول. تاني حاجه، ما اعمله. ما أنا أعمله. أنا أوكي. مثلا ممكن أقول أنا دكتورة. ماشي. أنت قيمتك كدكتورة مش في الشهادة المتعلقة على الحيطة. أنت من عملك ومجهودك واللي أنت بتقدميه للناس. أنت اللي بتضيفي قيمة للشهادة المتعلقة على الحيطة، مش جداً. العكس. مظبوط كده. فبالتالي الناس اللي هم متمسكين بالإيجو المزيفة، لو فقدوا أي حاجة من اللي احنا بنقول عليها دي، لو فقد مال، عربية، ما قدرش يكمل تعليمه في جامعة معينة، لو فقد أي فرصة من الفرص دي، قيمته الذاتية بتنهار. ويصبح هو في نظر نفسه من غير قيمة.